الى المراكز الايواء، والامور ايضا تسير بصوره طبيعيه. نتعامل الان ايضا نتعامل مع منطقه الباطنه والضفاف ايضا داخليا. طبعا مراكز الايواء متوفره والعاملين لدينا على كافه الاستعداد اذا ما دعت الظروف الى ذلك. بشكل اجمالي ممكن يعني الارقام التي لدي لحد الان، يمكن من لجوا الى مراكز الايواء هناك 7209 من العمانيين، وهناك حوالي 5218 وافد. هذا الاجمالي من تم ايواءه خلال ال 24 ساعه الماضيه في هذا الوقت. يعني بمختلف المراكز؟ نعم على مختلف محاولاتنا. نعم بمختلف المراكز، هذه الارقام تحدث اخصائيه بمختلف المراكز. نعم، اذا التنسيق ما بينكم ما بين المديريات بالنسبه لمدراء العموم لاخذ هذه المساعدات، هل ياتي من قبل الوزاره مثلا الشاحنه التي تخرج من هنا، ام هناك ايضا تنسيق من قبل مدراء العموم مع الجهات ايضا هناك في كل ولايه؟ الواقع هناك عدة قنوات، أول القناة الأولى أن مدراء العموم مخولين لتوفير المؤن من خلال السوق المحلي، وأيضا يتم التعامل من خلال سنة الوزارة مركز العمليات في الوزارة يتم إرسال الشاحنات، وأيضا نتم التعامل يعني مع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية مشكورة، احنا يعني كلنا نتفق مع بعض بصورة جيدة ونتعاون معهم، أيضا الأخوان بأن تقدم مداري حقيقة يعني تعاوني معنا بشكل كبير، الآن كما ترون مثلا شاحنة ضخمة لطحن المياه لاستلام هذه الشحنة ثم على توزيعها إلى مراكز الإيواء مثل ما دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. إذا خميس علي ما أدري هل لديكم أي استفسار أيضا لسعادة الوكيل حول هذا الموضوع؟ لدي استفسار أخي صالح حول الجهود الموازية للجهود الحكومة وهي جهود المواطنين، يعني هناك بعض الأخوة الذين اتصلوا بنا وأبدوا استعداد أيضا للمساهمة في هذا الجهد، كيفية التنسيق مع هذه الجهود التي لا نستغني عنها أبدا؟ الواقع العالي يعني المواطنين مشكورين كلكم قدموا استعدادكم للمساهمة في هذا الجهد. السدود الاخرى اذا كان تمت معلومات سعاده المهندس، سواء سدود الخوض او السدود الاخرى ايضا التي قد بدات. احنا معكم اذا تتابعوننا عبر اثير اذاعه سلطنه عمان بالبرنامجين للعام والشباب، تغطيه مستمره للحاله الجويه التي تحولت من اعصار ثم عاصفه مداريه ثم الى منخفض جوي. منخفض جوي ولله الحمد على كل حال. تهيب اللجنة الوطنية للدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين عدم المجازفة بعبور الأودية أو الاقتراب من البحر أثناء الأنواء المناخية واتباع تعليمات السلامة التي تبث عبر وسائل الإعلام. تحية دائما، ونتمنى اللي يسمعنا وين ما كان، خاصة اللي يعني خارج المنزل في السيارة يحتاط كثير، أولا للأمطار والشارع طبعا مبتل بالمطر وبالتالي عملية السيطرة على السيارة، أو اللي راح يشوف الأودية أو ما يحتاج تسلم هاي.